إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها الولية العامة للأمن الوطني والمتمثلة في محاربة الجريمة في العمق، وبناء على معلومات تم التوصل بها تتعلق بعصابة إجرامية متخصصة في مجال ترويج المخدرات، فقد تم إنجاز عملية بمنطقة ولاية حسون أسفرت على إلقاء القبض على 5 أشخاص، وعملية التفتيش التي تمت بمنازلهم أسفرت على حجز كمية هامة من المخدرات، كذلك مبلغ مالي يتجاوز 370 مليون سنتيم، كذلك 3 بناطق وذخيرة.